أخ سائل بيسأل بيقول عند اختيار الزوج هل يشترط السؤال لو كان ملتزم بالصلاة وتعاليم الدين؟ لأن الكثير من الناس حسب سؤاله يعني بيسألوا عن الإمكانات المادية فقط ولا يسألوا عن الدين. لا، الأصل السؤال عن الدين، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ولمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والأصل هو الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأصل أسأل عن الدين، أمال أسأل عن إيه؟ إمكانياته، طب طلع عنده إمكانيات زي الفل لكن مش متدين، ما بيخافش ربنا، أكل حقوق، بيؤذي، بيمد إيده، إنسان سيء في العشرة. لا، الأصل أنا بسأل عن الدين، ومن الدين مش مجرد الصلاة والعبادة، لا، الدين هنا المعاملة اللي جزء منها الشعائر. يبقى الشعائر بيصلي بيصوم بيزكي بيحج كويس محترم، طب ومعاملته ايه؟ بيراعي ربنا. وذلك حين سأل رجل الحسن البصري لمن أزوج ابنتي؟ قال زوجها التقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. هو ده المعيار اللي ندور عليه على اللي جوز من جوز البناتنا.